ايش بتحكي؟ المركز الثالث، المركز الثالث هو الصف السابع. برافو سامر. هلا ظل المنافسة بين الثامن والعاشر، فعلا أبدعوا كثير، ثامن وعاشر وسابع أبدعوا. الجائزة، الجائزة هي عبارة عن إنه تطلع وتفطروا بمطعم مع مس عاشر ومس أريد على حساب المدرسة. الفريق الفائز بين الثامن والعاشر هو خليها جنبه. الفريق الفائز هو الصف الثامن.